ايه علاقتك بنفرتيتي؟ يعني ليه كل ما نبص لسوسن بدر نشعر انه يعني البون ستراكتشر وشك، تقسيمات وشك، وده الشوت اللي احنا شفناه، بس اعتقد ان العلاقه تعود الى سنوات سابقه. كتيره جدا، لا سنوات قديمه، دي جدتي، دي جدتي رسمي يعني، ما جدتك رسمي نفرتيتي. اصولي صعيديه يعني. فكلنا، بس انا شكلي مصري على فكره قوي يعني، ما احنا المصريات كلهم هتلاقينا بشكل او باخر شبه بعض. هتلاقينا بشكل او باخر شبه بعض يعني. صح. بس طبعا هي حكايه معروفه جدا جدا، ان لما اختارني الله يرحمه الاستاذ شادي عبد السلام المخرج الكبير عشان اعمل نفرتيتي، للاسف ما اسعدنيش الحظ ان انا يلحق يعني الفيلم اني اعمله الدور معاه، ففضل اللقب ماسك فيا حتى لو نقول الفيلم ما اتعملش، وده من حسن حظي طبعا يعني. ده حكايه اسم نفرتيتي. بس عملتي شوت بعد كده، يعني الشوت اللي احنا بنعرض صوره دلوقتي هو شوت له علاقه بنفرتيتي وكده يعني، بتاع المتحف. بتاع المتحف بالظبط. بتاع المتحف. هو كان مطلوب غلاف وموضوع لمجله اجنبيه. فرشاد قعد يفكر، قال يعني هو ايه انسب حاجه هنعملها لفنانه مصريه وش مصري قوي كده لمجله اجنبيه؟ كفر كان الموضوع يعني. نعمل حاجه ليها علاقه بالفراعنه، وانا كنت لسه عامله شعري اللوك ده. فروحنا عملناه والحقيقه عجبني جدا جدا جدا، وعمل صدى حلو قوي سواء كان في مصر او بره مصر يعني. هو فعلا حلو جدا.